هذه الأزولة المكشوفة، طبعاً الإحمرارة اللي تشوفونها هذا ما حنا مغطينها، من المفترض إن مغطينها عن أشعة الشمس المباشرة. لو تلاحظون اللي يكون بظل الجدار أموره طيبة، لكن الأطراف اللي مكشوفة على الشمس تكون حمراء. فبإذن الله اليوم راح نغطيها بالشاش الأخضر، وزي ما هو متضح قدامكم ناخذ منها من الحوض على طول ونعلف الدواجن بط كلها. طبعا البط ما شاء الله رغبته الأزولة أكثر وأكثر. العلف هذا هو عنده، اللي يسأل يقول كيف أكاثرها عندي؟ تأخذ من نفس الأزولة وتنزلها بحوض ثاني وهي تبدأ تمتد عندك على طول. اللي يقول هل لها عمر محدد؟ لا، طالما أنك تنقل وتحط بحوض ثاني تمشي معك على طول على مدار السنين. هذه الصيصان الفيومي بدينا شوي شوي ندخل عليهم الأزولة. هنا ما شاء الله تبارك الله صيصان الفيومي الذهبي. الأزولة جديدة عليهم فمن الطبيعي ما يكون هذاك الإقبال، ولكن مع الأيام راح تكون وجبة رئيسية مثلهن مثل أمهاتهن. هذه الأمهات عاد معتادة على الأزولة ما شاء الله تبارك الله. بإذن الله عيالهن راح يكون الإقبال نفس إقبال الأمهات على الأزولة، لكن الجديدة هو مضافة لها. بالنسبة للي يسأل عن البيض، احنا قدر المستطاع داخل المملكة كل ما حصلنا رحلة ذكرناها بالسنابات، ولكن خارجيا لا والله للأسف ما في. أمس واحد جانا من الإمارات أخذ من عندنا من الفيومي بيض الفيومي الشبابي وكذلك بيض الذهبي، يعني زي ما تقول الشخص نفسه يجي أو إذا عرف له أحد من السيارات الكبار أو غيرها. هذا المكان اللي يبيض به الدجاج زي ما ذكرنا، كل ما رفعته كل ما كان أحسن وأفضل. الدجاج وقت البيض يطير يبيض هنية وبعدها يطلع يدور العلف ويحرث بالأرض، فلا تترك الدجاج يبيض بالأرض قدر المستطاع.
هذه الديكة فرزناها هنية. طبعا ما هو الكل، ولكن الحظيرة هذه كلها ديكة. واللي يسأل وش الهدف من عزل الديكة عن الدجاج بهالعمر، يعني بالأخص الديكة الفيومي حار، فيحاول إنه يلقح الدجاجة، ممكن إنه ينتفها ويسبب لها ضعف، حتى إذا جت تبغى تاكل يعني يضرب الدجاجة. فمن الأفضل لو عزلتن، إذا كان عدد الديكة بسيط عادي لو خليته مع بعض، لكن إذا شفت إن العدد كثير لو تعزل يكون أفضل وأحسن، حيث إن الدجاج ياخذ راحته ونموه يمشي معك على طول. هذا ما هو الفرز الأخير، بإذن الله راح نفرزها بعد شهر ونص، نعاملها وكأنها أمهات. كل حظيرة 4 × 3 40 دجاجة و5 ديكة. هذه ما شاء الله تبارك الله من الإنتاج، بإذن الله راح نأسسها أمهات عندنا منتجة للبيض. في يومين ذهبي ما شاء الله تبارك الله. هذا اليوم زودناها الاستندات هذه بحيث انها تطير عليها سواء بالليل او بالنهار، ولكن بالليل اكثر لانها تنام فوق. هناك الحظيرة بعد كلها طايرة على الاستندات هذه. انا الدورة ثاني ما شاء الله. تفضل المكان اللي يكون مرتفع.